عليكم المتابعين ديالنا، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا التولوج تبارك الله، شوف اخوتي شوف التولوج كطيح، التولوج تبارك الله اخوتي كما كتشوفوا المناظر زوينه تبارك الله اخوتي، شوف تبارك الله الارز الصراحه المناظر زوينه تبارك الله اخوتي. كما غتشوفوا معنا هذا الفيديو ان شاء الله يكون فيه غير التولوج تلاج تلاج وقت الليل برد. دابا الاخوان ديالنا كيف ما شفتوا غنشدوا الطريق لواحد البلاصه سميتها هبري، تما غنمشيو ونشوفوا كي دايره التلج وكي دايره التلج تمايا، وقدر نلعبوا سكي. المهم بقاو معنا في الفيديو وغتشوفوا فين غنكونوا ان شاء الله وكيفاش غندوزوا النهار ديالنا ديال التلج ان شاء الله باذن الله. المهم الا لقينا لي سكي تما غنلعبو لي سكي، لقينا المهم الحوايج اللي لقيناهم مع دابا راه كطيح الثلجة، المهم الحاجة اللي لقينا راه غنديروها ان شاء الله باذن الله. المهم هانتوما معنا في الفيديو، ما تمشيو فين، ديروا جيم وتابعونا في القناة ديما ان شاء الله نفرطاجيو معكم الجديد. كيف ما كتشوفوا الاخوان ديالنا طالعين فوق ليه تسج كطيح. يلا 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 النوده يلا النوده سميقلي سميقلي وشنو اش خصنا 20 درهم اش غتقلتي أو البرد قارس في شهر مارس. يلا انطلعي اطلعي طلعت لي صافي وحلتي ركبوا بجوج يلا اجي ركبوا بجوج اجي والله مشات ازرجك ازرجك فوق دير شي وراه دير شي وراه سخفتي طافي شوفو هذا تاخير الزمن ارتاحي 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 هنا ما تسخفي ولا لا شوف